قررنا إن شاء الله أن تكون يومية في هذا البرنامج جرعة دينية صباحية مع الشيخ جابر طايا رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف النهاردة، والحديث عن رمضان في ظل كورونا، وهنشوف الارتباط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل صباحنا مصري. أهلا وسهلا بكم في هذا الشهر الكريم، كل عام وأنتم بخير. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتمه علينا بالنعمة والفضل والامتنان، وأن يقينا وإياكم شر غفلات الزمان، وأن يقينا شر الوباء والبلاء ما ظهر منه وما بطن. أيها الإخوة المسلمون، في هذه الأيام الطيبة المباركة نقول لكم بشرى هذا الشهر الكريم. يأتي هذا الشهر الكريم وهو يختلف عن الأشهر السابقة في الأعوام السابقة، يأتي وهذا الوباء اللعين قد يحيط بنا من كل مكان، ولكن الله جل وعلا بشرنا وزف لنا هذه البشرى ويقول لنا إن كنا قد حرمنا بيوت الله جل وعلا في هذا الشهر وعلقت الصلوات فيه وعلقت الجمع فيه وعلقت كثرة الخطوات فيه، نقول لكم أن الأجر مضمون بإذن الله تعالى. كيف هذا؟ لنا في غزوة تبوك أسوة حسنة، عندما أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزوة إذا به يأتي قوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم الزاد ولم تكن معهم الراحلة، فأرادوا أن يلحقوا بركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكونوا معه في هذه الغزوة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ العدد المناسب والذي يملك الراحلة ويملك الزاد حتى لا يكون عبئا ولا عالة على الجيش في هذا الوقت، فلذلك هؤلاء ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يملكون الراحلة التي يرتحلون عليها، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجنبهم وأن ينحيهم جانبا عن الخروج. هؤلاء ندموا وحزنوا وبكوا لأنهم لم يأخذوا فرصتهم في الذهاب إلى الغزوة ويكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن الكريم سطر هذه بسطور وبكلمات وبأحرف من نور، فقال جل وعلا في سورة التوبة في الآية 92: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هكذا أيها الإخوة المسلمون، حزنوا وبكوا لأنهم لم يحملوا ولم يجدوا ما يحملهم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لديهم القدرة أن يذهبوا، لكنهم عادوا إلى رحالهم وإلى بيوتهم حزينين ألا يشاركوا في هذا العمل، كما أنت أيها الأخ المسلم حزين على ألا تذهب في رمضان إلى بيت الله جل وعلا، وألا تشارك في التراويح في المسجد، ألا تكون قبلتك التي عهدتها وتألفتها وعشت طيلة حياتك تصلي فيها
حرمت هذا العام، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالبشرى من فوق سبع سماوات، فيقول في حديث رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عندما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هكذا أيها الإخوة المسلمون، أخذوا أجر الغزو رغم أنهم لم يغزوا، أخذوا أجر الحرب رغم أنهم لم يحاربوا ولم تغبر أقدامهم، ولكنهم حصلوا على هذا الثواب العظيم مجرد أنهم نادمين حزينين على أن لا يكونوا في المشاركة أو مشاركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأخ المسلم، أيها الأخت المسلمة، يا من تعودتم على أن تكونوا في بيوت الله في رمضان، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، ولكن أجر والثواب الجزيل ينتظركم، لأنكم لستم فرحين بذلك، ولكن أنتم مستجيبين لنداء الصحة ونداء منظمة الصحة العالمية ونداء علماء هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية. استجبتم لآراء العلماء فقعدتم في بيوتكم، فهنيئا لكم الثواب والأجر الجزيل. نسأل الله جل وعلا أن يأجرنا وأن يبارك لنا وأن يرفع عنا البلاء والوباء وسائر أمة محمد أجمعين وسائر شعوب العالم يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.